هو ده السؤال. لا بس الحته دي كيف استقبلت هذه الدور المصري في اعاده القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى محورياتها ومركزياتها في العالم العربي؟ تمام. يعني حتى العام الماضي في العالم، مش في العالم العربي، في العالم. يعني حتى العام الماضي كان هناك حديث عن ما يسمى بصفقة القرن، كان هناك حديث عن فرض أمر واقع. الآن العالم انتبه للاستيطان، الآن العالم انتبه لما يعني كانت مصيبة حصلة. الآن عاد لفظ المقاومة في الصحافة تمام. العربية أيضا. لا نقطة، يعني هي المقاومة أصلها لها أشكال كثيرة جدا. أنا عاوز أقول لك إيه، يعني عندما تأتي إدارة تقول القدس بكاملها عاصمة لإسرائيل، ويردد الرئيس الأمريكي ترامب إنه لن يتفاعل أحد في المنطقة ضد هذا القرار، ثم يتجاوز هذا بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ثم يقرر عقاب السلطة الفلسطينية بحجب أي معونة أو دعم اقتصادي لها يأتيها من الولايات المتحدة، ثم أخيرا يقول ولن ندفع أي مساهمات اختيارية لميزانية وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين، اللي هي أساسا تصل إلى يمكن الدعم الأمريكي 45% من ميزانية الوكالة، اللي هي بتطعم وبتعلم وبتعالج ما يقرب من 3 مليون فلسطيني. فالتصرف كان يعني مؤذي للنفس جدا. طيب تأتي إدارة أمريكية جديدة، ورغم أنه هو يتحدث الإدارة الحالية إدارة الرئيس بايدن على الرغبة في العودة إلى تقديم الدعم الاقتصادي للسلطة، إلا أنها تردد عيني عينك كده في وقتها في الثلاث شهور الأولى من الإدارة لسنا متسرعين، وربما لا نسرع الخطأ في اتجاه البحث عن تسوية بين فلسطين وإسرائيل. هنا علينا أن أيضا نتوقف، بمعنى أن إدارة بايدن منذ الحملة الانتخابية وتقول أن الشرق الأوسط ليس من ضمن أولوياتنا. من أولوياتنا تمام. الآن عاد الشرق الأوسط من ضمن أولوياتها، وجاء وزير خارجية الولايات بسبب المتحدة. عنصرين: مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة. أنا لا يجب أن نسمح بإنكار أنه الفلسطينيين نضالوا في الضفة الغربية وفي ساحة المسجد الأقصى وفي المدن الفلسطينية وفي مدن إسرائيل، دي لا تفوتنا إطلاقا، ده بعد. لكن ما يجب ان احنا نهتم به هو فاعلية الدور العربي في الإسراع بالتدخل وبالفاعلية السياسية والمبادرة، وهي طبعا جاءت من اكثر من طرف عربي، لكن كانت واضح جدا التأثير المصري فيها. في هذه الحالة بدأت هذه الإدارة تتنبه أنه ده في وضع جديد قد ينفجر في الإقليم، اللي هو على الأرض والتراشق ما بين إسرائيل وهناك دول مركزية في الإقليم يجب أن نستمع عليها، وبعدين الدولة اللي تحركت وبدعم عربي في أنه هي تقول لا تعالوا نوقف القتال، تعالوا نتوصل إلى تحريك عملية سلام جديدة، تعالوا نصل إلى الهدف النهائي من المقاومة اللي هي بتتطلب الدولة. يعني كان انزاوة
فكرة الدولة الإسرائيلية ودولة فلسطينية كان انزوى. النهاردة عاد مرة أخرى المسرح، وده طبعا واضح نتيجة لما حدث في ال 11 يوم دول. وأنا أتصور أنه إسرائيل بما عرفنا عنهم من تدبر وتدقيق وبحث والتدقيق في الدروس المستفادة، بيفكروا دلوقتي. أنت شايف أنهم أخذوا درس في 2020؟ هي مش بس درس من ناحية قدرة المقاومة على الحق الأذى بيهم وقدرة الشعب الفلسطيني على التصدي في القدس ورفض كل المواقف الإسرائيلية بما رضحهم، إلا أنهم البعد الآخر هو المدن الإسرائيلية وما حدث بين الشعب الفلسطيني المتجنس إسرائيلياً أو الفلسطينيين أصحاب الجنسية الإسرائيلية جوه المدن الإسرائيلية في اصطدامهم مع اليهود الإسرائيليين. دي ظاهرة بعد 70 سنة من إقامة الدولة الإسرائيلية، إنه يكون العربي ما زال يحافظ على ثقافته ومفاهيمه وهويته رغم تجنسه بجنسية إسرائيل. ده شيء يعني لا يجب أن يخفى عنا. هو ما لا يراه الجانب الإسرائيلي اللي هو طيارات يمينية متشددة على الجانب الإسرائيلي، إنه نستطيع أن نحكمهم لألف عاما قادمة. و2021 ما هي أثبتت، هي 11 يوم دول أثبتوا قد إيه إن هم قادرين على المقاومة وقد إيه لم تكسر الإرادة الفلسطينية. وبالتالي عاوزين تتعايشوا معاهم. وعلى الجانب الفلسطيني والجانب العربي يجب أن كمان إحنا نفكر خارج الصندوق، يعني ما نكونش كعرب مصممين على، أو الفلسطينيين مصممين على مفاهيم لعلها صحيحة جدا ولكن الظروف فرضت أو تفرض أن إحنا ننظر بمرونة فيها. نصمم على الدولة، لا نرفض أنه يبقى دولة لها علاقتها بإسرائيل لأنها دولة جارة ليست في عداء مع إسرائيل، أنه يعني نصل إلى صيغ للتفاهم. لأنه إذا غابت الدولة الفلسطينية في مستقبل الأيام فسوف يكون هناك احتلال واستعمار إسرائيلي للأرض الممتدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. في هذه المنطقة يعيش في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في حدود 14-15 مليون، ما بين 7-8 مليون فلسطيني و6-7 مليون إسرائيلي يهودي. طيب سنة 2040 إيه الموقف بقى لما يبقى فيه 10 مليون فلسطيني يقيموا في المنطقة من النهر إلى البحر في منطقة فلسطين التاريخية دي وفي 8 مليون إسرائيلي؟ هتحكموهم إزاي وهم عندهم الأغلبية؟ وهتدعوا إزاي إن كنتوا دولة ديمقراطية؟ طيب 2070، وبالتالي العاقل على الجانب الإسرائيلي والجانب الغربي والجانب الأمريكي يقول لم تكسروا هويتهم، ما كسرتهمش، ما زالوا بيقاوموا، ما زالوا بينزلوكم حتى عسكريا، ما زالوا بيتظاهروا لكم وداخل مدنكم. في حاجة اسمها الإرادة الوطنية
لشعب عربي يقاوم. 21 دي كانت تأمين لعدم النجاح الإسرائيلي.